قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية نبدأها من بريطانيا، حيث اهتمت صحيفة The Times بتأكيد رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن القيود المفروضة لتطويق وباء كورونا سيتم رفعها في 19 من يوليو الجاري. ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله إن الحياة في إنجلترا ستعود إلى ما كانت عليه منذ 16 شهرا، وهكذا لن يكون ضروريا ارتداء الكمامات الواقية في الداخل، وسترفع القيود المفروضة على التجمعات والمناسبات الجماهيرية. وفي فرنسا خصصت لوموند افتتاحيتها للمشروع المثير للجدل المتعلق بالمعاشات التقاعدية الذي تنقسم حوله الأغلبية. وأوضحت الصحيفة أن ملف المعاشات سيحتل الحيز الأكبر من النقاشات التي ستجري خلال القمة المرتقب عقدها مع الشركاء الاجتماعيين اليوم في قصر إليزي، مشيرة إلى أن الرئيس ماكرون يريد أن يظهر بأنه يظل ملتزما بتغيير البلاد على الرغم من تبعات وباء كوفيد-19. صحيفة دي فيلت الألمانية وصلت اهتمامها بالإقصاء المبكر لمنتخب المانشافت من بطولة كأس أوروبا المقام حاليا، والذي أصبحت ألمانيا معه مجرد ظل المنتخب الذي أرعب العالم لفترة طويلة، مؤكدة أنه سيتعين على المدرب الجديد هانزي فليك إعادة البناء بهدف الوصول إلى القمة في النسخة القارية المقامة على أرضها في العام 2024.